الرئيس السيسي يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. في مؤتمر صحفي عالمي، الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتخصيص 130 مليار جنيه لضبط أسعار السلع الاستراتيجية. القوات المسلحة تواصل جهودها في القضاء على الإرهاب شمالي سيناء. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وجه الرئيس السيسي بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، فضلا عن تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، حيث وجه السيد الرئيس بما يلي: تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة أجبال مصر الرقمية، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى، موجها سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. تم أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة تسعى الدولة إلى اتخاذ 5 مسارات رئيسية لمواجهة الأزمة العالمية، منها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وترسيخ نهضة صناعية شاملة. وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة للإعلان عن خطتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أضاف أن خسائر العالم بفعل الأزمة الراهنة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار. احنا بنتكلم على أسوأ أزمة
يمر بها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي، يعني من 100 سنة. دي أسوأ أزمة، وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بها العالم لم تحدث منذ، بعض بيقول يا إما من فترة الكساد، يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية الثانية، يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة اللي موجودة دلوقتي. وبالتالي اللي اتحسب إن هناك خسائر قدرت بحوالي 12 تريليون دولار في العالم كله، في الناتج الإجمالي للعالم، الناتج اللي احنا بنطلق عليه الجي دي بي أو حيسموه بقى الناتج العالمي. توقعات النمو بتاعت الاقتصاد في العالم، كل المؤسسات نتيجة لهذه الأزمة ابتدت تخفضها، بعد ما كان في تفاؤل خلصنا أزمة كورونا، ابتدى الناس كلها تقولك لا دي الأزمة دي جت، وابتدوا يخفضوا معدلات النمو والزيادة اللي هتحصل في الاقتصاد في العالم كله. وابتدت المؤشرات بعد ما كانوا بيتكلموا على 4.4 بقوا بيتكلموا على 3.6، وكل المؤسسات المالية بتقول ده كمان 3.6 دي هتنزل عن كده في خلال الفترة الجاية. وبالتالي يعني أنا بقول لحضراتكم عشان نحس برقم ال 12 تريليون دولار، دول عبارة عن إيه؟ دول عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة أفريقيا كلها بتاع السنة اللي فاتت، عشان بس نعرف حجم الخسائر. ال 12 تريليون دولار دول يعادلوا الناتج المحلي الإجمالي بتاع 4 دول في أوروبا، اللي هم أكبر 4 دول، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، غير ان هو يعادل 6 أمثال الناتج المحلي، او اسف الناتج المحلي الاجمالي ل6 دول اسيوية من النمور والدول المتقدمة في اسيا. كما اوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان اسعار السلع الاساسية وخاصة القمح والبترول ارتفعت بشكل غير مسبوق هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الازمة الروسية الاوكرانية. احنا هنا عاملين مقارنة لأسعار السلع الأساسية، أنا بس مختار 3-4 منهم ما بين مايو 21 ومايو 22. أنا هتكلم فقط على القمح والبترول. القمح كان 8 الطن في مايو 21 $270، النهاردة 435 دولار 8 الطن. طب في دولة زي مصر بتستورد ما يقرب من 10، يبقى حضراتكم بدل ما كنت بدفع 10 مليون كنت بدفع 2.7 مليار دولار، بقيت هدفع 4.4 مليار دولار. انا بستورد فقط نفس الكميه، انا مش هتكلم على ان احنا بنزود نتيجه للزياده السكانيه، لا انا فقط بتكلم على هذا الموضوع. بنتكلم على البترول، كان ثمن البرميل 67 دولار، النهارده 112. طب مصر بتستورد قد ايه؟ 100 مليون برميل في السنة، كنت بدفع عليهم 6.7، بقيت دلوقتي مضطر ادفع 11.2. انا بس بدي لحضراتكم عشان كلنا نبقى حاسين بعظم الازمة، مش في مصر، في العالم كله بيحصل ايه. وده اللي خلى النهاردة دول كثيرة جدا تبدأ تتجه لموضوع الحل الموضوع بان التشديد النقدي، وكلنا طبعا تابعنا القرارات اللي خدها البنك الفيدرالي الأمريكي اللي عمرها ما حصلت بقالها أكتر من 20 سنة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة السياسية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، لم تكن مصر لتواجه الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية. لما دخلنا أزمة كورونا كانت مصر في مركز قوي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وعملية التنمية الكبيرة اللي تمت في مصر، اللي خلت هذا الموضوع يخفف عن مصر الصدمات الكبيرة اللي واجهتها دول أخرى. وأنا بقولها عن حضراتكم يقينا إن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا معدلات التنمية غير المسبوقة اللي قامت بها الدولة المصرية في خلال 3-4 سنوات اللي فاتت، وأنا بقولها وبأكد، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وكنا هنشهد، أنا آسف أقول، انهيار في حاجات كثيرة جدا جدا جدا.
لكن الحمد لله لولا القرارات اللي خدتها الدولة المصرية والقيادة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات القومية اللي أنا هتكلم عليها بالتفصيل، لولا الكلام ده أنا بقولها لحضراتكم يقينا لم تكن مصر لتقف أمام هذه الأزمات. العالم كله حطنا من الدول اللي تعاملت مع أزمة كورونا بأعلى مستوى من الاحترافية، وكانت يعني محطوطين ضمن مصاف الدول اللي قدرت بمجموعة من السياسات والخطوات إنها تتعافى وتتعامل مع كورونا. مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم في أزمة كورونا، وحركهم عارفين، اللي كانت لسه بتنمو بمعدلات إيجابية. العالم كله كان بينمو بالسالب، إحنا كنا قادرين الحمد لله نتيجة برضو للمشروعات التنموية والشغل اللي إحنا كنا بنعمله، إن كنا نحافظ على نمو بلدنا بالطريقة الإيجابية. وخلال المؤتمر أكد مدبولي أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبة واضحة في أن تكون له الأولوية في صفقات الغاز المصري خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تحركت بشكل سريع لمواجهة آثار الأزمة عن طريق توفير أسواق بديلة للقمح والسياحة بعد تأثير الأزمة عليهما. الموضوع ليه تداعيات كبيرة جدا، الأزمة، ولازم كلنا كمصريين نبقى حاسين بيها. احنا كنا بنستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من الدولتين روسيا وأوكرانيا. كان 31% من عدد السياح اللي بيجولنا كانوا بيجوا من الدولتين. فكل ده المفروض ليه تداعياته الكبيرة اللي كانت المفروض تعمل لنا اضطراب شديد كحكومة وكدولة في التعامل مع هذا الموضوع، ولكن احنا على طول تحركنا وابتدينا ازاي نوفر اسواق بديلة للقمح وكمان اسواق بديلة للسياحة. احنا على طول ما سكتناش واستسلمنا للموضوع، احنا تحركنا وفي ايام وفي اسابيع علشان نقدر ان احنا ازاي نعوض هذه التداعيات اللي حصلت. لكن لازم نبقى واخدين بالنا ان تداعيات الحرب دي فرضت علينا اعباء مالية ضخمة جدا كمصريين. نبقى عارفين احنا النهاردة بقى في 130 مليار احنا حطيناهم ده تأثير مباشر بيحصل وحيحصل الفترة الجاية نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية زي القمح والبترول وحتى أسعار الفايدة اللي زادت، مع ان في 335 مليار تانيين دي تأثيرات غير مباشرة. احنا خدنا إجراءات حمائية اجتماعية، حضراتكم عارفين احنا بدرنا زيادات صرف المرتبات والمعاشات، وخدنا إجراءات تانية بدل ما كانت هتبدأ من 1/7 بدأناها من 1 أبريل، علشان والدولة هي اللي بتتحمل هذا الكلام عشان نقدر إن إحنا يعني نخفف شوية من وطأة هذه الأزمة على المواطن المصري. لكن طبعا كان عندنا تحديات كبيرة جدا، كان عندنا حصل نتيجة لهذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال السخنة اللي كانت موجودة واستثمارات، ولكن يعني احنا الحمد لله نتيجة يعني جهد الدولة والقيادة السياسية اتحركنا علشان نعوض هذه الأموال. كما أوضح أيضا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعا، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات تعزيزية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تعزيز القطاع الخاص ومشاركته في الأصول وتوطين الصناعات الوطنية وخفض الدين العام وعجز الموازنة والنهوض بالبورصة المصرية، وأيضا دعم برامج الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية. احنا بنعمل ايه وحنعمل ايه ان شاء الله وعلى مدى الفترة القليلة جدا القادمة اللي احنا بنتكلم فيها ده مدى الدولة بتتحرك فيه من هنا لغاية نهاية 2022، ان ازاي هنعزز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، الاعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الاصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار على مدار كل سنة لمدة 4 سنين، يعني إجماليهم 40 مليار دولار الدولة هتتيحهم لشراكة القطاع الخاص. الإعلان عن خطة واضحة لتخفض الدين العام وعجز الموازنة وإزاي إن إحنا نتحرك على هذا الموضوع على مدار ال4 سنين الجاية، وطرح إزاي رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية علشان إنها تؤدي دور كبير في الاقتصاد المصري، وأخيراً
البعد الاجتماعي وازاي الاستمرار في حماية محدود الدخل. وللمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد باغا أستاذ الإدارة والتنمية وتطوير المؤسسات. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. إذن جهود كبيرة وتوجيهات رئاسية لدفع عجلة الاستثمار وجذب الاستثمارات، وكان ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس اليوم، وكانت هناك أيضا توجيهات بالسماح بفتح الشركات الافتراضية بهدف توفير النفقات وتسهيل على تلك الشركات وتسهيل اشتراطات أيضا إقامة شركات الفرد الواحد. هل تلقي لنا المزيد من الضوء على هذه الفكرة وهذا التوجه وهذا التوجيه أيضا؟ والحقيقة فندم التوجه لإنشاء الشركات الافتراضية ده توجه عالمي النهاردة بيلاقي استحسان في بيئات الأعمال المختلفة، نظرا طبعا لأن مثل هذه الشركات بتخلي فيه نوع من خفض أو وفر التكلفة قدر الإمكان على منشئيها. كمان الشركات دي بتتيح حرية الحركة وحرية السرعة وحرية التبادل بشكل سريع جدا، وبتضيف كثيرا للاقتصاد القومي عن طبعا مشروعات الماس برودكشن الكبيره. يعني ممكن مثلا بنشوف ابلكيشن او بنشوف ويب سايت بيشتغل مثلا في مجال التجاره الالكترونيه او في مجال تسويق المنتجات او تسويق الخدمات، بنشوف ان مثل هذه المواقع بتضيف كثيرا للاقتصاديات القوميه بشكل عام من خلال طبعا المواقع الافتراضيه. اعتقد انه اتجاه الدوله لتحديث وتنميه وتطوير البنيه التحتيه التكنولوجيه والمعلوماتيه ده ان شاء الله من الممكن جدا الاستفاده منه في الفترات المقبله، ان احنا يبقى عندنا مثل هذا النوع من الاستثمارات ومثل هذا النوع من الشركات. ويمكن حديث السيد الرئيس بشكل من ان لاخر بيوجه الى انه يبقى عندنا موقع مصري ينافس ويناهض المواقع العالميه مثلا زي فيسبوك او علي بابا او امازون او مثل هذه المواقع صحيح. اللي منتشره حوالين العالم كله وباستثمارات ضخمه جدا تكاد تصل يعني الشركه الواحده من هؤلاء الى مثلا ميزانيه عدد الدول العربيه او عده دول عربيه. فبالتالي ده نوع من الاستثمارات اعتقد ان هو غير مجدي وغير مكلف، ولكن هي فكرته الاساسيه بتنطلق من رياده الاعمال، انه ازاي نفكر في الافكار الرياديه والافكار الابتكاريه والافكار الابداعيه لي مثلا عمل الابلكيشنز المختلفه او للوصول الى الفضاء او المواقع الالكترونيه بشكل يعني يلبي احتياجات مستهلكيها قدر الامكان. نعم، يعني هذا فيما يتعلق بتوجيهات السيد الرئيس، ولكن إذا ما انتقلنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ما هي أهم أيضا النقاط التي توقفت أمامها دكتور محمد في كلمة وتصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء؟ هو أولا يا فندم أنا بعتبر هذا الخطاب هو خطاب مصارحة ومكشفة عن حقيقة الوضع الاقتصادي المصري ورسالة طمأنة إلى جمهور الشعب المصري بشكل عام وإلى جمهور المستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج بشكل خاص، إن الاقتصاد المصري الحمد لله لازال بيقف على أرض ثابتة، إن الاقتصاد المصري رغم الإصابة الكبيرة التي حدثت في اقتصاديات العالم جراء طبعا الأزمات المختلفة اللي العالم مر بيها ابتداء طبعا من أزمة كورونا وإغلاق الاقتصاديات لفترة تقارب سنتين وتعطل خطوط الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد حوالين العالم، وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وأنا بقول إن هي حرب عالمية على أرض أوكرانيا ولكن ألقت بصداها الكبير جدا على اقتصاديات دول العالم، وبالتالي مصر جزء من هذا العالم وتأثرنا بشكل يعني عايز اقول تأكيد. ارقام مخيفه، يعني احنا بنتكلم على 130 مليار زياده في يعني شأننا في هذا شأن العالم كله دكتور محمد. يعني بالظبط يا فندم انا بقول ان مصر جزء من العالم وبالتالي التأثير بيصل الى الاقتصاد المصري، احنا بنتكلم في 130 مليار زياده في تأثيرات مباشره، بنتكلم في حوالي 350 مليار في تأثيرات غير مباشره، ده طبعا بيعرقل من المسيره الكبيره اللي كنا وصلنا ليها من معدلات نمو مرتفعه جدا. احنا كنا بنتكلم في فتره ما قبل كورونا على سبيل المثال عن 5.6% ورغم حدوث ازمه كورونا كان الاقتصاد المصري كان يمكن من 12 دوله على مستوى العالم بتحقق معدل نمو ايجابي، وده طبعا ميزه تنافسيه كبيره جدا، يعني المستثمر
بيبقى مطمئن ان هو يجي يستثمر في الاقتصاد المصري. طيب. رقم اثنين ان ما حصلش مثلا ان احنا لقينا نضوب في سلعه معينه او يعني قصور في سلعه معينه او عدم توافر سلع معينه خاصه السلع الاستراتيجيه، فكانت هناك اداره ازمه جيده جدا. صحيح. لما حدثت ايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه كان برضه هناك يعني اداره للسيناريو، يعني صوامع الغلال اللي موجوده في ربوع مصر كلها واللي تم طبعا يعني بمبادره من رئاسه الجمهوريه ما كانش طبعا شغل عشوائي، كان شغل مخطط وكان يعني تكهن بما سيحدث في العالم من ازمات. صحيح. فبالتالي لازم نؤمن بينا الغذاء، لازم نؤمن بينا الدواء، فانشأنا ايضا مدينه الدواء، لازم نؤمن لينا السلاح، وبالتالي ايضا صارعت القوات المسلحه وصارعت وزاره الدوله للانتاج الحربي بطبعا اخذ احتياطياتها اللازمه من طبعا موارد ماديه او موارد ماليه، تحركت جميع الوزارات المعنيه ان هي تجابه او تواجه هذه الازمه، وزي ما قلت لحضرتك وحضرتك اتفقنا على ان هي ازمه عالميه كل العالم بيتاثر بيها. طبعا. طب دكتور محمد، يعني عذرا يعني لضيق الوقت بدون مقاطعه لحضرتك، يعني هذا فيما يتعلق بمضمون المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، أهمية التوقيت وأهمية التوضيح والشرح عالميا وداخليا بالنسبة لهذا المؤتمر، هل تعتقد أنه يعني أدى الهدف منه؟ لا، هو إحنا ننتظر أنه يؤدي الهدف منه، ولكن أنا بقول لحضرتك نقطة جوهرية جدا، هو أن المستثمر دائما يحتاج إلى رسائل طمأنة، المستثمر دائما يحتاج إلى شرح مفصل للوضع الاقتصادي الخاص بالدوله اللي هو بيستثمر فيها، سواء مستثمر محلي او مستثمر اجنبي. حضرتك احنا بمجموعه افكار صغيره جدا لما حدث الارتفاع الخاص بالفايده من جانب الاحتياط الفيدرالي الامريكي ولجأت السياسه النقديه المصريه من خلال البنك المركزي بطرح شهادات ذات عائد 18%، فلقينا انه في كم كبير جدا من الاموال اللي تم الاستثمار في هذا المنتج. صحيح. المالي، واعتقد انه جزء كبير جدا من هذه الاموال كان جاي من الاقتصاد العائلي اللي هي الفلوس اللي تحت البلاطه انجاز التعبير ان احنا نقول كده يعني. فبالتالي هي رسائل الطمانه ان الاقتصاد المصري بخير، للمستثمر الاجنبي ان احنا بنشجع القطاع الخاص ان هو يدخل الرقوع، ان القطاع الخاص يشارك في الاصول المملوكه للدوله، وبالتالي هنقدر ان احنا نفعل وننشط كثير جدا من الموارد. نعم. يعني اذا هي رساله طمانه واضحه وايضا قطع الطريق على المزيد من التكهنات التي من شانها ان تضر بالصوره او تطرح تساؤلات ولها اجابات ايضا غير حقيقيه. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد باغا، استاذ الاداره والتنميه وتطوير المؤسسات، كنت معنا هاتفيا في نشره السادسه. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة إنرجي 3 الدولية لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي وجرافين بمنطقة كوم أوشين بالفيوم. ويستهدف الاتفاق صياغة إطار عمل استرشادي بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلي فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين، وذلك إيمانا بأن المشروع في مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أرسل أيضا رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات الشقيقة. التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالبطريرك الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك والذي يزور مصر على رأس وفد كنسي. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ أن مصر تقف دائما بجانب العراق في كل ما من شأنه الدفع قدما نحو استقراره وأمنه. من جانبه أعرب بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك عن سعادته لزيارة مصر و وجوده في مقر مجلس الشيوخ المصري مثمنا الدور المصري في دعم ومساندة العراق. استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، أعلن المتحدث العسكري محاصرة وتدمير عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية. هذا وقد أشار المتحدث العسكري إلى مقتل 4 عناصر إرهابية وتدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، عثر بداخلها على 2 RPG و3 رشاش متعدد ومسدس و60 طلقة أنواع. كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم. وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير. وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT ودوائر كهربائية معدة للتفجير وكميات كبيرة من مواد الإعاشة
وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية السودان عنان حامد والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر. وخلال اللقاء استعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته لمصر. وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير داخلية السودان عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة، كما أكد أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة. ومن جانبه أعرب السيد محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 258 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 27 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 5 أطنان سلع غذائية. وأما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 17 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 289 قضية، من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و115 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وأما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 40 طن أقماح محلية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة البعثة التجارية الخضراء الأمريكية إلى القاهرة تأتي في إطار التحرك المصري الأمريكي المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات والبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والذي انعقد في واشنطن نوفمبر الماضي، وكذلك سعيا نحو استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء. جاء ذلك خلال مشاركته بالفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والغرفة التجارية الأمريكية ومكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ. كما استعرض شكري جهود الدولة الرامية إلى تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما اتخذته الدولة من إجراءات سريعة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
المجتمع، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016. كما تطرق شكري إلى الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدا الحرص على أن يشهد المؤتمر مشاركة فعالة من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية اللبنانية ونسبة المشاركة تتجاوز 50% في بعض مراكز الاقتراع. قررت فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي نيتو وفقا لما أعلن من قبل رئيسها ورئيسة الوزراء في خطوة تعد نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن لجنة السياسة الخارجية الحكومية ورئاسة الجمهورية وافقتا بشكل مشترك على أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى النيتو بعد التشاور مع البرلمان. كما أكد الرئيس الفنلندي سينيستو أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلنطي. وأوضح الرئيس الفنلندي أن المباحثات كانت هادئة ولم تتضمن أي تهديدات من قبل الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن بوتين أكد على أن انضمام فنلندا إلى الحلف خطأ، ولكن موسكو لا تحمل أي تهديد لأحد. أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد تأييده لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلنطي ليتخلى بذلك عن معارضة استمرت لعقود لتلك الخطوة. وأوضحت وسائل إعلام سويدية أن رئيسة وزراء السويد ستقدم طلبا رسميا للانضمام لحلف الناتو في غضون أيام. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ثقته بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي. وخلال تصريحات صحفية بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في برلين، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلب كل من السويد وفنلندا للانضمام لحلف الناتو في حال اخترتا الترشح رسميا لعضوية الحلف، مضيفا أنه واثق من التوصل إلى إجماع. أظهرت بيانات وكالة روستات للإحصاء تسارع التضخم في روسيا في أبريل الماضي ليصل إلى 17.8% على أساس سنوي. ويقول مراقبون إن هذا المستوى لم تشهده البلاد منذ 2002. المزيد في سياق التقرير التالي. تواجه روسيا جملة من التحديات الاقتصادية بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فقد شهدت موسكو تضخما وصل إلى 17.8% في أبريل الماضي على أساس سنوي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2002. وبالمقارنة مع أبريل عام 2021 ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، كما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27.5%. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك اتهمت روسيا بالمسؤولية عن أزمة غذاء وشيكة في العالم، وردا على هذا التصريح أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأسعار ترتفع عالميا بسبب العقوبات التي فرضها الغرب جماعيا وتحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. ارتفاع الأسعار يقوض القدرة الشرائية للروس من غير أصحاب المدخرات، كما يعد مصدر إزعاج للسلطات التي اتخذت تدابير مثيرة للجدل لمحاولة ضبط الأسعار. البنك المركزي الروسي بدوره قام برفع نسبة الفائدة بشكل كبير إلى 20% إثر العقوبات الأولى بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الغرب يعاني أكثر من روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيدا بصلابة الاقتصاد الروسي في مواجهة التحديات الخارجية.
أهلا بحضراتكم مجددا، نستكمل نشرة السادسة. والآن إلى أخبار الانتخابات النيابية في لبنان. انتهت منذ قليل عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، والتي انطلقت اليوم في الداخل لاختيار 128 عضوا بالمجلس من بين 103 قوائم انتخابية. وعقب إغلاق صناديق الاقتراع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قال إن انتخابات اليوم هي إنجاز للبنان الديمقراطي، مشيرا إلى أن نسب الاقتراع قد تجاوزت 50% في بعض المراكز. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن المشاركة في الانتخابات النيابية والاقتراع واجب وطني، وأنه لا يمكن للمواطن أن يكون محايدا في قضية مهمة وأساسية كالانتخابات. وقد جاء ذلك في تصريحات للرئيس اللبناني عقب الإدلاء بصوته. المواطن ما في يكون محايد بقضية كبيرة هي أساسية في اختيار نظام الحكم، وكل 4 سنين بيكون عايش مرحلة بيقدر يميز بين اللي اشتغل من النواب واللي ما اشتغل. فإذا نتمنى على الكل، خصوصا اللي بيخصوكم ومش جايين، تلح عليهم انهم يجوا ينتخبوا. على خلفية أزمات سياسية واقتصادية حادة منذ أكثر من عامين، تجرى المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية في لبنان لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً. صناديق الاقتراع تم توزيعها على 6900 لجنة انتخابية على مستوى جميع الأراضي اللبنانية بواقع 15 دائرة انتخابية كبرى، حيث يحق لنحو 4 ملايين مواطن لبناني التصويت للاختيار من بين 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً. ويتوقع أن يعمل أكثر من 20,000 عنصر من قوى الأمن الداخلي لحماية مراكز الاقتراع، إضافة إلى نحو 45,000 عنصر من الجيش اللبناني لتأمين اليوم الانتخابي على طول المناطق اللبنانية. ومن مهام المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في سبتمبر 2022، إضافة إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية. يذكر أن هذه هي أول انتخابات تجرى منذ الاحتجاجات الجماهيرية ضد النخبة الحاكمة في البلاد في عام 2019 والانفجار الدامي الذي شهده ميناء بيروت في عام 2020، وهما حدثان عززا الدعوة للتغيير السياسي. وتقام هذه الانتخابات في ظل انهيار الليرة اللبنانية وفقدانها لنحو 90% من قيمتها، وبالتوازي مع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من أزمتها. We'll be right back.
أعلنت مؤسسة حياة كريمة أحدث معدلات إنجاز المبادرة الرئاسية في مختلف المحافظات لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية. هذا وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، كما تتضمن شقاً للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لخريطة الفقر، وأيضاً توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج. تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريراً من مبادرة صوتك مسموع عن موقف الشكاوى التي تم حلها في القرى المنفذ فيها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن. وقال وزير التنمية المحلية إن مبادرة صوتك مسموع تلقت 215 شكوى من أهالي القرى المنفذ فيها هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة في 18 محافظة، حيث تم حل 158 منها وجاري حل 37 متبقية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن جهود الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه. وأكد وزير الموارد المائية أن الوزارة تستهدف تأهيل المساقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية، وقد تم تجهيزه حتى الآن وتدبير الاعتمادات المالية لتأهيل المساقي بأطوال 250 كيلو مترا، وتم طرح وترسية 247 كيلو مترا منها، والانتهاء من تنفيذ 32 كيلو مترا، ويجري طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقا للخطة الزمنية. والآن جاء موعد الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا أمامة تمام، شكرا يا ياسر عبد الستار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور يأتي ضمن الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة منذ عام 2016 لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محليا من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة إليها. جاء ذلك خلال إعلان وزير البترول بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية. تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الأعمال الإنشائية والتركيبات لمشروع مصنع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بالبحيرة الذي يقوم بتكلفة استثمارية تقرب من 5 مليارات و500 مليون جنيه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. باستثمارات تقترب من 5 مليارات و500 مليون جنيه وبتوجيهات رئاسية، تنطلق الأعمال الإنشائية والتركيبات لمشروع مصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز، والذي يقام في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة. يعد المشروع استثماراً مصرياً خالصاً لشركات قطاع البترول، حيث تسهم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول
البترول وشركتي سيديكرير للبتروكيماويات وبتروجيت في رأس مال المشروع. ويقام المشروع على مساحة تبلغ 114 فداناً وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 205 ألاف متر مكعب من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وعالية الجودة اعتماداً على قش الأرز كمادة خام أساسية. المشروع يسهم في تحويل قش الأرز من تحد بيئي في حال التخلص منه بشكل غير سليم إلى فرصة استثمارية لاستغلاله في تصنيع منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة. وسيسهم المشروع في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من إنتاج المشروع وإحلال جزء من وارداته بمنتج محلي لتوفير النقد الأجنبي. كما سيدعم المشروع الصناعات المكملة مثل صناعة الأثاث والأبواب وغيرها، علاوة على نشر التنمية وتوفير فرص عمل ودعم الخدمات المكملة والمغذية للمشروع في المجتمع المحلي المحيط به، وذلك خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2022 بقيمة تصل إلى 49 مليون دولار بنحو 5% لتبلغ نحو 1.45 مليار دولار مقابل 996 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني بيرزي أن أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2022 هي السعودية التي احتلت المركز الأول بقيمة صادرات تصل إلى 97 مليون دولار، يليها السودان بقيمة 73 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61 مليون دولار. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط بيعية للمتعاملين العرب والأجانب، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 694 مليارا و100 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10678 نقطة وأغلق عند مستوى 10534 نقطة متراجعا بنسبة 1.36%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 1832 نقطة وأغلق عند مستوى 1825 نقطة منخفضا بنسبة 42%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 2786 نقطة ليغلق عند مستوى 2766 نقطة متراجعا بنسبة 69%. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و23 قرشا للشراء و18 جنيه و36 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 18 جنيه و98 قرشا للشراء و19 جنيه و12 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و36 قرشا للشراء و22 جنيه و51 قرشا للبيع. أما بالنسبة لأسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 4 جنيهات و86 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع. ذكر بيان لوزارة المالية السعودية أن المملكة حققت فائضا قدره نحو 57 مليارا و490 مليون ريال، وهو ما يوازي نحو 15 مليارا و330 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. سجلت إيرادات المملكة النفطية نحو 183 مليارا و700 مليون ريال في الربع الأول بزيادة تصل إلى 58% عن الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي إيرادات المملكة نحو 277 مليارا و900 مليون ريال في الربع الأول، في حين بلغ الإنفاق العام نحو 220 مليارا و460 مليون ريال. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها.
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. في مؤتمر صحفي عالمي، الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتخصص 130 مليار جنيه لضبط أسعار السلع الاستراتيجية. والقوات المسلحة تواصل جهودها في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء. إذن مشاهدينا الكرام، السادسة انتهت. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.